بيان التحالف الوطني للعمل الأهلي، وأعلن في بيان رسمي دعم شهري لمدة عام لصالح 400,000 أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، ومجموعة كبيرة الحقيقة من الجمعيات تحت هذا التحالف. وعايزة أقول لحضراتكم إنه من ضمن هذه الجمعيات احنا بنتكلم في العمل الأهلي، أو العدد ده بيتم 24، بنتكلم في 24 جمعية مؤسسات أهلية، كيان خدمي تنموي، منهم بنتكلم عضوية 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، بنتكلم في رقم. من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة أبو العنين، والحقيقة أن مؤسسة أبو العنين حريصة كل الحرص على دورها المجتمعي طول السنة، وطبعا هي مشاركة في هذا البيان وتحت هذه المظلة في التحالف. والحاجة سمية أبو العنين الحقيقة لازم أوجه لها كل الشكر والتحية، لأنها بتشتغل ويا والمجموعة اللي معاها، نقول دينامو الجمعية، جمعية أبو العنين بتشتغل طول السنة وعلى جميع المستويات، وده الدور المجتمعي اللي مصر محتاجاه دلوقتي وفي الظروف دي تحديدا، بتكلم على الظروف العالمية.